انا على مبلغ راكب في بايك. مرحبا اخوي رقصنا وريد انت. بدا بريتش وهابي وزيد بريطاني. اسمع اخي الكريم. حتى الامام عبد الوهاب اسمح لي كذا. تفضل. عنده كتاب، كاين كتاب يقول لك على على نقولها بالعربيه. الامارات كما كانوا عندنا الصوفيين زعما عبد الوهاب امام مبارك وكان كذا وكان كذا. ما احنا مبارك ليس معناها صوفي. اذا قلت امام مبارك لا معناها صوفي. اسمع حبيبي، لا واحده واحده لا هذا الشيء، لا واحده واحده. ما احنا باش لا نتفرع. أوكي. نقطه نقطه. أوكي. حبه حبه، وان وان، ستيب باي ستيب. والله اسمع انت خدمه خلاص كنصلها. ما كانش ديليفري، ما كانش. اسمع، مين من البلاد انت؟ شلف. ما شاء الله. الان الوهابي يا اخي، نتكلم على الشيخ عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب لا خليني نكمل، خليني نكمل، خليني نكمل، خليني نكمل. وحده 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 يا اخي. رانا متفقين عليه، التوحيد والسنه. ما شاء الله اللي راهم يتكلمون باسمه الان. الان الشيخ فوزان، ما هي مشكلتك معاه انت؟ عندي حتى مشكله معاه. واش انت مشكلتك مع نفسك انت؟ لا لا، هو عنده مشكله مع نفسه يا اخي. على الصوفيه وخذ عن الفوزان، حتى الفوزان. لا لماذا؟ لماذا؟ في فرق، في فرق اخي. الان عندما ياتي عالم كلامه وعقيدته ومنهجه مبني على القران والسنه وله اخطاء، هذا شيء. اما ياتي عالم كلامه مبني على طبقات الشعراني ومبني على الخرافات والترهات، هذا شيء ثاني. يا خرافات اخي. طبقه الشعراني؟ لا. طبقه الشعراني من الكتب المعظمه عند الصوفيه يا اخي. كيف ما تعرفها طبقة الشعراني؟ طبقة الشعراني عندما الصوفي اللي تفعلها اللي يفعلها الصوفية كما نقولوا. خلاص، ما رأيك في شخص يستغيث بغير بالأموات؟ لا يجوز هذا، شرك بالله. شرك بالله؟ سمعتك معانا ما تخالي أنت. صح. أنت وهابي. هل كل الصوفية أنت طيب؟ لا الآن طيب. هل كل الصوفية يفعلون هذا الشيء؟ نعم. نو إيفري سو، لا جنرالي سبيكين، من قبل كان صوفية معناتها الزهاد. لكن الآن أخي صريح صراحة، أكثر الصوفية على هالطريقة، تيجانية، قادرانية، قادرية، كثير منهم عندهم غلو في التصوف. لكن لا أستطيع أقول لا 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 لا، حتى الصوفية، هذا راسه كان على التصوف؟ ما هو التصوف باي ذا واي؟ ما هو التصوف؟ التصوف يعرفوا علماء الصوفية يقول لك هو مرتبة الإحسان الديني. التصوف تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ما في مشكلة، هذا ايش المشكلة؟ هذا هو التصوف الحقيقي. هذا ليس التصوف الحقيقي اخي، عند الصوفية. لا لا، بس الصوفية اخي يقولوا التصوف عند الصوفية عندما تصل إلى مرتبة كما يقولون بعضهم، عندهم يقول لك يسقط عليك واجبات الإسلام. لا. لأنك وصلت مرتبة اليقين. من قال هذا؟ شكون هذا؟ هذه هذه معروفة عند الصوفية اخي. أعطيني عالم واحد من علماء قال كتاب طبقة الشعراني. خلينا، هذا من المتقدمين ولا المتأخرين؟ هذا متأخرين. أنا صوفية. عالم اسمه الشعراني. نعم الشعراني، الشعراني. هل هو حي الآن؟ جمعة، عبد المجيد جمعة. من خطأك. جمعة كسموه تاع مصر، وزنه تاع مصر. هذاك الإمام المقرئ هذاك اللي كان يقرأ. لا جمعة تاع أزهر. خالد جمعة. لا محمد جمعة. علي جمعة، بارك الله فيك أخي. علي جمعة. علي جمعة، اسمع له. يحكي لك على الاولياء الصالحين وعلى خرافات. أو واحد راك تعمم عليه. لا هو صوفي، هو صوفي الان. واحد ماشي لي انا، ما قلت لك كاين كثير اخي. على الصوفيه كلهم اخي، كاين كثير بارك الله فيك. في صوفيه كثير، لكن من قبل كان التصوف بدا معناتها الزهد. حتى هذا مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ازهد الناس، كان عنده اللباس الجميل، يحب النساء عليه الصلاه والسلام، يحب الطيب عليه الصلاه والسلام، ما شاء الله. نعم عليه الصلاه والسلام. تاتيني انا في صوفي يقول لك الزهد من الدنيا، ما هي؟ قعدت لي في المسجد 25 ساعة، هذا ليس الزهد. الزهد من الدنيا كما قال الإمام أحمد، أن يكون عندك شيء جميل لكن قلبك ليس متعلق به، تلبس اللباس الجميل. ابن عباس عندما ذهب إلى الخوارج. صوفي يا أخي، يقول لك من التصوف، من يلبس التصوف. أخي أنت تعرف الصوفية في البلاد ما تعرفش؟ مش نحكي لك على، هو شو على الصوفية تحكي عليهم أنت؟ ولا ترك جبت لي. نعم أنا موافقك. لا لا احنا موافقين إسحاق، إسحاق إسحاق احنا موافقين، لكن أكثر الصوفية الآن على الشرك. نعطيك مثال، عندنا عالم في الجزائر انت كيما الطاهر قيتاج، هو مذهب تاعو صوفي ولكن عمره ما سمعته دعا الى الشرك او الى هذه الامور التي قلت. انا فاهمك، لكن قلت لك الان اكثريه، قلت لك اكثريه، انا ما اعرف هذا، اكثريه على الشرك. نعم، لكن الصوفيه نحن لابد نكون، انا كل الصوفيه، الصوفيه ما في فرق. الصوفيه احنا نقول السلفيه احسن، انا سلفي، لان السلفيه هذا اسم شرعي. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لفاطمه انا لك خير سلف. وكذلك يقول ابو المدفر السمعاني، هو تايم كوز ماي كلاس،
أبو المدفر الصمعاني إيش يقول؟ أبو المدفر الصمعاني يقول كتاب الأنساب، هو عاش في القرن الرابع هجري، يقول والسلفي هو الذي ينتسب إلى السلف الصالح. السلفية هي المنهج الطريق، أما الصوفية هذه اسم جديد اختلفوا فيه، بعض العلماء يقول لك الصوفية من التصوف، بعض العلماء يقول لك الصوفية من أهل الصفة، بعض العلماء يقول لك الصوفية من الصف الأول، بعد يقول لك من يقول لك أول الصحيح الصوفية من التصوف. وإمام مالك رحمه الله عندما أخبر عن الصوفية في بغداد قال سمعت قال في أناس كبار شيوخ يغنون ويصفقون، قال كبار؟ قال نعم، أصبح يضحك. لكن هذه مجرد تسمية أخي، حتى في العهد النبي صلى الله عليه وسلم اترك التسمية هذه، عليك بتسمية السلفية. كاين ما يسمى بالعقيدة، كان يقولوا الإيمان بعد ظهر لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقدت فيه، لا لا في حديث، لا لا هذا حتى لا لا عفوا أخي الكريم أقاطعك، لكن هذا اللفظ في حديث ذكر هذا اللفظ، لكن في اغلب في ذاك الوقت كان يقولوا لا لكن الايمان ما كانش يقولوا باب العقيده. انا فاهمك، لكن العقيده الصوفيه الان بما مجرد لفظ كما هذاك عقيده ظهر، لا له عقيده من ورائه، ليس مجرد لفظ، له عقيده وله احكام وله اصول عندهم. فالصوفيه اخي اترك عليك الصوفيه، اما الخلاصه كيكون الاختلاف الاختلاف خلاصه عليك بمنهج السلف، لا الخلافه عليك الخلاصه عليك الخلافة الخلاصة عليك بمنهج السلف، عليك بطريقة الإمام ابن عبد البر رحمه الله المالكي، عليك بطريقة ابن أبي زيد القيراوي القيرواني عفوا، عليك بطريقة لا نذكر إمام القحطاني الأندلسي، عليك بطريقة ابن وضاح الأندلسي، عليك بطريقة يحيى بن يحيى الليثي، عليك المالكية كانوا أئمة السلف. أنا أترك أئمة السلف السلفيون ثم أتبع إيش؟ بعدين جاني عبد القادر الجنيد رحمه الله ولا هادي اللي يتصوف ولا اخي. انا على منهج السلف، انا على طريقه ابن عبد البر، على طريقه ابن ابي زيد القيرواني. مسائل تظهر في وقت ما كانت في وقت ابن عبد البر. اخي قال الامام مالك من لم يكن في ذلك الوقت دينا فلا يكون دينا، ولا يصلح هذه الامه الا ما صلح به اولها. خلاص هذه طريقه السلف بارك الله فيك. واذا اختلف العلماء فعليك بالعلماء الربانيون، ليس علماء يقول لك كريسمس از اوكي تقول هابي كريسمس، هذا كذب يا اخي، ما في هابي كريسمس، وهذا ليس معنى لا نتعايش معهم، نتعايش معهم، فهمت؟ نتعايش معهم، فهمت اخي الكريم؟ السلف اقرا اخي كتب السلف. يقدر يكون امام صوفي هو من العلماء الربانيين. نعم من ائمه السلف كانوا، لكن هذه الكلمه انا اقول لك اخي الان ما من 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 علماء السلفيين ما في صوفي، ما كانش خويا كملوا خلاص. لا لا كان في الجزائر كان، لكن اقرا اخي والله شوف شوف اسحق اقرا كتب السلف.